أول خبر معانا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي أعلن عن الراعي الثالث ليه في مؤتمر صحفي بمقر النادي بالجزيرة بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة جي إل سي الشركة الراعية للنادي لمدة 4 سنين. شارك في المؤتمر كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من لاعبين الفريق الأول، وحضر برضو المؤتمر خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي وعدد من لاعبي فرق النشاط الرياضي.